السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام ما زال حديثنا عن فبراير مستمرا وما زالت نوافذ فبراير مفتوحة لكل أنواع الحديث وما زالت مأساتنا أيضا مستمرة ومن مظاهر مأساتنا في الوطن العربي عامة واليمن على وجه الخصوص ذلك الشيء الذي نسميه المثقف وهو في الحقيقة صورة من صور العسكري نوعية من المثقفين هي أشبه بالعسكر أو ببيادات العسكر. تلك الشريحة من الناس التي كان من المفترض ان تحمل امال الناس والامهم كان من المفترض ان تكون رائدتهم الى المستقبل لكنها بدلا من ذلك خذلت الناس ووقفت الى جانب الميليشيا الفاشية مرة والى جانب المشاريع الصغيرة مرة اخرى عن هذه الفئة ودورها في الثورة المضادة وعن القيم التي ينبغي ان يحملها المثقف في مثل هذه الصراعات سيكون حديثنا لهذه الليله، لهذه الحلقه. سبق وان تحدثنا من قبل عن المثقف اليمني وعن موقفه من الثوره. ونحاول اليوم الحديث عن المثقف اليمني وموقفه من الثوره المضاده. عندنا ثوره وثوره مضاده. الثوره المضاده هي حركه هدفها العودة، عودة الأمور إلى ما قبل الثورة آه، والثورة المضادة في اليمن هي ثورة مضادة لثورتين في الحقيقة المشكلة الأولى التي نواجهها في تحليلنا هذه الليلة أو في هذه الحلقة هي تعريف الكلمة مثقف ما الذي نعنيه بكلمة مثقف؟ لأن لهذه الكلمة دلالات كثيرة بحسب من يستخدمها فهناك من يعرف المثقف بانه صاحب اختصاص معرفي معين يرتكز على اختصاصه المعرفي في اتخاذ موقف قيمي في الامور العامه، يعني هو متخصص مثلا في في الادب، متخصص في اللغه، متخصص في السياسه، متخصص في الدين، متخصص في شيء تخصص اكاديمي او تخصص عميق لكنه ينطلق من هذا التخصص إلى الفضاء العام يهتم بالشؤون العامة وفق معيار قيمي معيار أخلاقي معيار الخير والشر هذا بعضهم يعرف المثقف بهذا التعريف هناك آخرون يعرفون المثقف بطريقة أخرى يقولون هو من يعرف شيئا من كل شيء دون أن يختص بشيء محدد يعني هو يعرف أشياء كثيرة ولا يعرف شيئا محددا بشكل دقيق هذا أيضا في نظر البعض مثقف أو هذا تعريف آخر للمثقف في مجتمعاتنا العربية تحديدا هناك تعريف ثالث للمثقف أيضا هو كل من يسهم وهذا تعريف أمريكي تحديدا أو التعريف الشائع في الغرب كل من يسهم في صناعة الرأي العام والوجدان العام بما فيهم مصمم الإعلانات التلفزيونية كما يقول إدوارد سعيد في كتابه المثقف في السلطة فهو مثقف آه هذا أيضا تعريف ثالث للمثقف، طبعا التعريف الأول اللي هو المثقف هو صاحب الاختصاص الذي ينطلق من اختصاص للاهتمام بالشأن العام هذا يرجح الدكتور عزمي بشارة وهو من المثقفين العرب الـ الذين لهم حضور قوي هذه الأيام. هناك تعريف رابع أيضا للمثقف يقال أنه الشخص الذي هذبته المعرفة. هذه طبعا هذه الدلالة لكلمة مثقف جاءت من مجال صناعه السيوف في ثقيف يقال مثقف من من ثقيف لانه قبيله ثقيف اشتهرت بصناعه السيوف وتثقيفها وتهذيبها يعني تهذيبها وتسويتها فيقال السيف مثقف يعني سيف مهذب مسقول مستوي ومن هنا جاءت الدلاله الاخلاقيه لكلمه مثقف في العصر الحديث ومن الطريف أن الذين ترجموا كلمة انتلكتشوال الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية انتلكتشوال ترجموها بكلمة مثقف إلى اللغة العربية من الطرف أنهم قد قصدوا إبراز هذا المعنى الأخلاقي في كلمة ثقفة أو كلمة مثقف أي تهذب واستوى واستقام طبعا الاستقامة هنا جزء من دلالة كلمة مثقف في المعجم العربي لانه كما قلنا السيف المثقف هو السيف المستوي المهذب الـ الـ المسقول والمثقف الـ الـ صاحب المعرفه هو هذا فعلا الانسان المستقيم الانسان المسقول المهذب الذي هذبته المعرفه هذبت اخلاقه هذبت مواقفه وجعلته اكثر استقامه الاستقامه هنا مفهوم هندسي ايضا يقال انه في الهندسه الخط المستقيم هو أكثر مسافة بين نقطتين إحنا ممكن نستعير هذا المفهوم أيضاً العالم المثقف ونقول أن المثقف المستقيم هو ذلك الذي يمضي إلى الحقيقة من أكثر طريق يعني إذا كان المثقف نقطة والحقيقة نقطة أخرى فإن الخط المستقيم بينه وبين الحقيقة هو أكثر مسافة المثقف اللي ما يلفش ويدور ويحاول أن يغالط في الحقيقة وياتي لها من مداخل بعيده ولذلك في القران يعني مطلوب منك ان تقول اهدنا الصراط المستقيم لانه اكثر طريق بينك وبين الحقيقه في هذه الليله سنستعمل كلمه مثقف بدلالتها الاخيره بدلالتها المعجميه التي تحدثنا عنها للدلاله على شريحه من المثقفين اليمنيين سنشير بكلمه مثقف الى كل من تحصل على معرفه جيده تخوله للحديث في الشان العام كل شخص تعلم وحصل مستوى معرفي جيد يخول في الحديث في الشان العام هذا نسميه مثقف بغض النظر عن اختصاصه او عدم اختصاصه او مجاله المعرفي هذا استخدامنا الان في هذه الحلقه لانه ليس من الضروري أن نتفق على اصطلاح واحد سائد في كل زمان ومكان نحن الآن نصطلح في هذه الحلقة على أن هذا هو المفهوم الذي يعنينا في المثقف قد يكون المثقف أديبا بهذا المعنى الذي نقصده قد يكون كاتب صحفي أو كاتب سياسي قد يكون شخصية دبلوماسية قد يكون داعية أخلاقي أو ناشط اجتماعي قد يكون خطيب جمعة قد يكون وجيه من الوجاهات الاجتماعية أيا كان احنّا هذا بنعتبره مثقف ما دام حصّل مستوى معرفي جيد يخوّله الحديث في الشأن العام. اخترنا هذا التعريف لأنه يساعدنا على الحديث عن تلك الفئة اليمنية التي خذلت اليمنيين في أخطر مراحل حياتهم. هذه الفئة التي للأسف وقفت إلى جانب النظام الفاسد مرة وإلى جانب الميليشيا الفاشية مرة أخرى. ولأن الدلالة الأخلاقية لكلمة مثقف العربية هي التي نقصدها في هذه الوقفة فإننا آه قد اخترنا كلمة مثقف بمعناها المعجمي كما قلنا. طبعا هناك حقيقة أولية مزعجة تقول إن اليمن لم تنتج في مرحلتها الجمهوريه ما كان متوقعا منها من قامات فكريه كبيره يمكنها ان تنافس في مجال الفكر والتنظير تنافس قامات عربيه معروفه في هذا المجال يعني احنا ما عندناش عباس العقاد ولا عندنا عبد الرحمن بدوي ولا عندنا محمد عبد الجابري ولا عندنا يعني ادونيس ولا عندنا جورج طرابيشي ولا غيره غيره هذه مسألة لها أسبابها، وبحاجة إلى مناقشة خاصة، ليس هذا مجالها، لكن هذه الحقيقة هي إحدى الدلائل على أن الجمهورية التي ولدت في عام 62، قد أُعيقت من وقت مبكر عن أداء عملها، لأن الجمهورية لو مضت في طريقها الصحيح، لو استمرت في الإنتاج. لو لم يتم اعاقتها لانتجت الكثير الكثير. وكانت اخطر مراحل اعاقه عمل الجمهوريه هي فتره حكم علي عبد الله صالح. فتره حكم علي صالح هي فتره الحكم الابداعي في العهد الجمهوري. هذه الفتره فتره المخلوق لم تنتج اي قامه كبيره في اي مجال من المجالات يعني الشخصيات من الطراز الاول في مجالات الفكر مثلا لم تنتج بل ان كل المجالات في عهد هذا الرجل قد شهدت انتكاسات مروعه بعد ان كان يعني ان كانت بعض القطاعات قد تقدمت خطوات في سنوات العهد الجمهوري المحدوده التي سبقته يعني فتره ما قبل علي عبد الله الصالح ما بين 62 الى 77 هذه الفتره انتجت في بعض القطاعات كثير من القامات وكثير من الاعمال الابداعيه سواء في مجال الفنون في مجال الفكر في مجال المسرح في في مجالات مختلفه كانت البذره قد بدات كانت الخطوات الجاده قد بدات لكن عهد هذا الرجل كان بمثابه طائر خراب بالفعل يعني قوض كل شيء القامات الفكريه والابداعيه يعني من المفارقه ان معظم القامات الفكريه والابداعيه التي عرفها اليمنيون قد نشات في العهد الامامي في العهد الامامي البغيض كثير من الفنانين كثير من المثقفين الموجودين الى الان او بعضهم موجود الى الان وبعضهم رحل هؤلاء ولدوا وكونوا ثقافتهم الاولى ثقافتهم ثقافتهم الاساسيه كونوها في العهد الامامي وبدايه العهد الجمهوري والحقيقة أن جميع النظم العربية الحاكمة ذات الطابع العسكري قد تسببت في حالة عقم إبداعي للأمة هذه حقيقة، ولعل هذا يفسر ما حدث في مصر مثلاً، يعني حيث تراجع فيها منسوب الإبداع بعد ثورة ضباط الضباط الأحرار بصورة واضحة يعني مصر كانت غزيرة الإنتاج في باب الفكر تعرفنا على قامات عظيمة في في, في تلك الفترة تعرفنا على العقاد على توفيق الحكيم على طه حسين على يعني مجموعة كبيرة جدا من الأسماء في في تلك الفترة عبد الرحمن بدوي على الرافعي على هذه الأسماء كلها خرجت من العهد الملكي قبل مجيء العهد الجمهوري ومع أنه على الرغم من أن الثورة الثورة المصرية وسعت كثيرا من فرص التعليم واهتمت بالمسرح إلى حد كبير إلا أن المنح الكمي غلب على المنح الكيفي يعني صار عندنا كم كبير من المتعلمين وكم في المسرح والمسرحيين وكم في في الادباء لكن لم يعد لدينا نوعيات عاليه المستوى عاليه الجوده في هذه المجالات ويبدو ان هذا له طبيعه له علاقه بطبيعه الحكم العسكري العسكر يسببون العقم الابداعي ومع ذلك مع ذلك فهناك حقيقتان لا يجوز نسيانهما في في هذا الحديث الحقيقه الاولى هي انه وجدت لدينا شريحه واسعه من المتعلمين في اليمن من الذين ساعدوا انفسهم في تحصيل مستوى معرفي جيد خلال فتره الثلاثه العقود التي حكمها علي عبد الله الصالح يعني هذه الشريحه الواسعه هي بالطبع احدى ثمار الجمهوريه التي قامت على انقاض الامامه وجزء كبير من الحقيقه الاخرى ان يعني جزءا كبيرا من من هذه الشريحة او هذه الحقيقة الاخرى قد وقف في صف الثورة ضد نظام صالح جزء كبير من هذه الشريحة المثقفة وقف في صف الثورة او انه على الاقل لم يقف في صف النظام السابق بل نستطيع القول ان معظم هذه الشريحة لم يكن مؤيدا للنظام صالح او لم يكن مستعدا للدفاع عنه وهذه الملاحظة ايضا هي يعني صحيحة على مستوى الوطن العربي يعني في, في الثورات العربية لم نجد مثقفا واحدا من الطراز الرفيع من الطراز الاول وقف بجانب اي نظام من الانظمه التي ثارت ضدها الشعوب هذه حقيقه ايضا تثلج الصدر يعني لكن بالطبع كانت هناك نسبه من هؤلاء الذين سميناهم مثقفين وقفت مره الى جوار نظام صالح ودافعت عنه ونسبه اخرى وقفت الى جوار مشروع الامامه وقاتلت في سبيله والفئه البارزه من هذه النسبه هذه النسبه التي وقفت مع الجهتين الفئه البارزه منها هم اولئك الدبلوماسيون والاكاديميون والوجهاء الذين استفادوا من نظام صالح او ربطوا انفسهم بمشروع التوريث او سكنتهم اوهام وليس احلام عوده الامامه هؤلاء هم الذين خذلوا الامه اليمنيه بوقوفهم مع المشروع مع مشروع الانقلاب المكون من جناحي ملكيه صالح والملكيه الاماميه قلنا ان كلمه مثقف في المعجم العربي جاءت نسبه الى ثقيف وثقيف قبيلة عربية اشتهرت بصناعة السيوف وتهذيبها والسيف المثقف كما قلنا هو السيف المهذب المستوي القاطع ولما اختار المترجم المترجم العربي الأول لما اختار هذه الكلمة للدلالة على ما تعنيه كلمة intellectual لأنه هذا هو المصطلح يعني احنا مش أمام كلمة احنا أمام مصطلح كلمة مثقف هذه يعني هي في المعجم العربي مجرد كلمة لكنها اليوم مصطلح intellectual أو بالروسيه انت حاول يترجم هذا المصطلح للعربيه وكان ذكيا المترجم الاول ونبيها بحيث كان بالفعل يقصد ان المعرفه تهذب صاحبها ولذلك اختار كلمه ثقفه لأنه زياده المعرفه تعني زياده التهذيب والصق فالمثقف من ثم هو شخص اصبحت اخلاقه واراؤه اكثر تهذيبا من الرجل العادي والمثقف اذا هو صاحب الموقف الصارم القاطع تجاه الظلم والفساد ما دام مثقف او هكذا ينبغي ان يكون لكن للاسف هذه المعاني لم تكن حاضره في كثير ممن ظننا انهم مثقفين خلال احداث الربيع العربي ومع اننا ولله الحمد لم نجد مثقفا واحدا من طراز رفيع وقف مع اي نظام سياسي من الانظمه التي ثار عليها الربيع العربي كما قلنا الا ان بعض هؤلاء لم يؤيد الثوره ايضا لدوافع خاصه يعني بعض هؤلاء المثقفين الكبار لم يؤيد الثوره بسبب دوافع خاصه كما فعل ادونيس مثلا ادونيس مثقف سوري كبير لكنه رفض الثوره السوريه او واحد اخر وقف مع الانقلاب العسكري في مصر ضد الحكومه المدنيه ضد حكومه مرسي وقف مع العسكر ضد المدنيين كما فعل المفكر اليساري جلال امين وكلاهما كانت حجته يعني متشابهه واحده حجته هي ان الثوره او الحكومة التي تخرج من المساجد مرفوضة. الثورة التي تخرج من المسجد مرفوضة. الحكومة التي لها علاقة باللحى والمساجد مرفوضة. طبعا في مقابل هذه الصورة البائسة للمثقف التنويري الناقد الذي خذل الجماهير وخدم مشاريع الاستبداد كانت هناك صورة أخرى أكثر بهاء أكثر عظمة هي صورة المثقف الذي انتصر لأحلام الناس وحقوقهم كما فعل الدكتور عزمي بشارة مثلا وكما فعل المثقف ورئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي على سبيل المثال فقد كان الأول لعزمي بشارة بمثابة منظر الثورات العربية موتسوكيو المنظر الذي أمدها بالكثير من المفاهيم وأدوات التحليل والإرشادات وفلسفة الثورة أما الثاني و أعني به الرئيس المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق فقد أوصلته الثورة التونسية إلى أرفع منصب في في بلدي وهو رئاسة الجمهورية وكانت هذه هي فرصتنا لمعرفة سلوك المثقف الديمقراطي حين يصل إلى منصب رئيس الجمهورية هو كان مثقف في الشارع وكان بيتكلم عن الديمقراطية وهو في الشارع والكلام في الشارع سهل كان هناك فرصة يعني كيف كيف سيكون سلوك هذا المثقف اللي بيتكلم في الشارع وفي المنصات وفي وفي المحافل، كيف سيكون سلوكه وموقفه من الديمقراطيه واخلاق الديمقراطيه وقيم الديمقراطيه اذا وصل الى الرئاسه؟ والحقيقه ان المنصف المرزوقي قد ضرب اروع الامثله في هذا الشان. وليس هذا بالطبع مجال استعراض نماذج من هذه الامثله الرائعه لكني يعني المنصف المرزوقي والدكتور بشاره قد أوصلانا إلى ذروة الصورة المثالية لعلاقة الرئيس بالمثقف. هناك لقطة أنا أعتقد أنها من أهم اللقطات في 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 تاريخ الربيع العربي. لقطة سنشاهدها بعد قليل تلفزيونية في هذه اللقطة تستضيف تونس برئاسة المثقف الدكتور المنصف المرزوقي تستضيف المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة لإلقاء محاضرة كانت حول العلمانيه او محاضرات في تونس ما الذي يحدث؟ يقوم رئيس الجمهوريه التونسي بنفسه لتقديم المحاضر في مشهد ليس مالوفا للذاكره العربيه لم يعرفه الانسان العربي من قبل ربما حتى في التاريخ الغربي ليس مالوفا مشهد كان بيمثل فعلا ذروه التصور المثالي للثورة العربية وللربيع العربي تعالوا نشاهد هذه اللقطة القصيرة مرحبا بكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يقدم عزمي بشارة؟ عزمي بشارة لا يقدم وبالتالي فتقديمي له سيكون فقط مرحبا بك في بلدك وإلى الكلمة شكرا ممكن أبقى جالس؟ ولا؟ شكراً فخامة الرئيس على هذه المقدمة الطويلة والفصيحة. منظر ولا في الأحلام رئيس جمهورية مثقف يقدم محاضراً مثقفاً ثم يعود إلى كرسي الاستماع كأي مواطن عادي. يعني هذه في اعتقادي هي ذروة الخيال كما قلت في علاقة السلطة بالمثقف مشهد يقدم الربيع العربي في أبهى صوره. هذا هو الربيع الذي بشرنا به. هذا هو الربيع الذي بشرنا نحن به. وهذا هو ما يخشاه الحكام المهووسون بهيلمان السلطه. الشاهنشاهات الموجودين في الوطن العربي مش ما يقدروش يستحملوا منظر مثل هذا. منظر رئيس يتواضع ويقدم مثقف، ما يقدروش يتحملوا هذا هذا منظر يعني قاسي عليهم. هم متعودين الناس متعودين اشياء اخرى يعني ولهذا انقضوا على الربيع العربي يريدون اجهاضه قبل ان يمتد اليهم مشاهدي الكرام سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا. شاهدنا في الفيديو السابق منظر أو مشهد الرئيس التونسي الذي جاءت به الثورة التونسية إلى سدة الحكم كيف تصرف مع مثقف عربي آخر وهذا المشهد لابد أنه سيستدعي في ذاكرة بعض الأكاديميين اليمنيين سيستدعي مشهدا قديما مع علي صالح في اجتماع له بأساتذة الجامعة وهو يضع رجلا على رجل ويضع باطن حذائه قبالة الأساتذة الجالسين في القاعة ويقول لهم ما معناه ما دام رواتبكم من عندي فأنا الذي أأمر وأنهى ومشيكم بالطريقة اللي تناسبني هذا اجتماع أكاديمي حدث مع رئيس الجمهورية ذات يوم في جامعة صنعاء وكانت هذه هي خلاصته وبعضهم نقل كلام أكسى من هذا كلام آخر أكثر قسوة من هذا و طبعا كلام ورد على لسان الزعيم للنخبه الاكاديميه المثقفه كان من الواضح ان علي صالح يحتقر من اعماقه المثقف والثقافه والذين خلفوا الثقافه والمثقف ربما لشعوره بالضآله امام المثقفين وهو الاتي من ثكنه عسكريه ولهذا تعمد تهميش المثقفين وتعمد ردم مصادر انتاجهم وجعل العسكرة هي الثقافة السائدة في فترة حكمه والعسكرة في عرف علي صالح هي مجموعة من القيم الهابطة يعني مثل ثقافة الخضوع ثقافة الانتهازية ثقافة البلطجة والاحتيال واحترام القوي احترام القوة عبادة القوة وثقافة الوصولية والمحسوبية وهكذا كانت هذه هي الثقافة السائدة في فترة حكم علي عبد الله صالح. بما ان هذا هو موقف نظام علي صالح من المثقف والثقافه وبما ان سياساته سياساته الدائمه كانت على مدى ثلاثه عقود واكثر قد اوصلت اليمن الى حافه الكارثه بما ان هذا وهذا كان حاصل كان من المتوقع ان يتخذ المثقفون جميعا منه ومن نظامه موقفا صارما هذا كان المتوقع واحد بهينك كان المفروض انك توقف منه موقف صارم لأن المثقف كما عرفناه قبل قليل هو شخص هذبته الثقافة جعلته صارما جعلته صاحب موقف صلب في حماية القيم وفي حماية الحقوق والحريات لأن المثقف من من السيف كما قلنا السيف المسقول المثقف القاطع مفروض المثقف يكون قاطع في هذه الأمور لكن المؤسف أن جزءا من هذه النخبة المثقفة قد خذل هذه القيم قيم إذا صحت التسمية بل إنه ذهب يقاتل في سبيل نظام فاشل مستبد مثل نظام صالح أو في سبيل حركة فاشية ومشروع كهنوتي بائس مثل حركة الحوثي ومشروعها الإمامي مشروع إمامي هو هو الأسوأ على الإطلاق في كل المشاريع السياسية اللي ممكن تخطر على بال بشر لا يوجد مشروع كما أقول دائما لا يوجد مشروع سياسي أسوأ من مشروع الإمامة ولا يوجد عاقل يمكن أن يصف بجانب هذا المشروع ومع ذلك وجدنا مثقفين يعني هذه حالة بحاجة إلى دراسة خاصة ما أدري دراسة يعني دراسة فكرية ولا دراسة يعني معملية ولا كيف كيف تدرس هذول الناس ما تعرفش معنى هذا أن لدينا جزء من النخبة المثقفة في اليمن والوطن العربي لا يحلم معنا بدولة ديمقراطية لا يحلم معنا مثل ما يحلم الناس المثقف بقيه المثقفين بدوله ديمقراطيه تحمي حقوق الانسان وكرامه الانسان لا يوجد هذا المثقف لانه في مثقفين ما بيحلموش معنا بهذه الامور وهنا تكمن الفجيعه لان المثقف الذي لا يؤمن بقيم الديمقراطيه هو مثقف خطير هو خطر على المجتمع خطر على على مجتمعه لا يقل خطراً عن الحاكم المستبد، لأنه هو الذي سيمنح الاستبداد شرعية وجوده، هو الذي سيمنح القتل والفساد الغطاء الأخلاقي الذي يريده القتلة والمستبدون. حاولنا أن نجد مبرراً وجيهاً لبعض هؤلاء المثقفين الذين يعني وقفوا ضد ثورات الربيع العربي أو الذين وقفوا مع الثورات المضادة. لكننا لم نجد لم نجد مبرر وجيه ممكن نحمل له وبعض هؤلاء الكبار من امثال ادونيس منظر الحداثه الكبير او مثل جلال امين مفكر الاقتصاد الكبير لم نجد مبررا لرفضه لرفضه ما سوى علاقه الثوره بالاسلاميين كانت مشكلتهم الاساسيه هي علاقه الثوره بالاسلاميين وهو عذر سنترك لمثقف كبير آخر الرد عليه المفكر العربي الكبير جلال العظم هو مثقف علماني معروف منظر للعلمانية من وقت طويل ومنظر شرس للعلمانية وله جهود في نقد الفكرة الديني يعني ما حد يقدر يزايد علينا ونقول لا هذا متعصب مع الإسلاميين ولا هذا موالي لهم هذا واحد يعني قضى حياته في نقد الفكرة الديني وفي التنظير للعلمانية شوف نشوف كيف كان رد على واحد مثل ادونيس مثلا وهو يختلف معه حول الموقف من الثوره السوريه نشوف هذا الحوار القصير هو طبعا بيقول أنا مع الثورة أنا لا أحتاج أن أثبت أنه أنا ضد النظام السوري بشكله الحالي ولكن الثورة الحقيقية بتعرف رأيه لا تخرج من من الجوامع لابد أن تخرج من الجامعة اللي عم بيصير سوف يأخذنا إلى تبعية أخرى أو ديكتاتورية أخرى هو المشكلة باللكن. يعني دائما أنه أنا مع إنما او لكن هي المشكله باللكن طيب اذا بتخرج من الجوامع مين بنى جوامع اكثر من اي عهد بسوريا هو عهد البعث بنى جوامع اكثر من أي. من كثره ال... هو بدهم اياهم يطلعوا من السينمات يطلعوا من المسارح الى اخره مين سكر السينمات سوريا الشام كان فيها حركه سينمائيه وفي حوالي 15 20 دار سينما كان مين سكرهم وموت السينمات هو عهد البعث هذا مفكر علماني كبير بل هو اشهر من دافع عن العلمانيه ونقد الفكر ونقد الديني ومع ذلك لم يمنعه هذا الموقف من الفكر الاسلامي والاسلاميين لم يمنعه من الاحتفاظ بقيمه الانسانيه التي اعتصم بها وهاجم زميله الذي رفض الثوره مع ان زميله هذا ادونيس لا يعيد النظام ايضا، يعني هو ليس من مؤيدي النظام، ادونيس كان يعني مختلف مع النظام السوري لفتره طويله وهذه يحسب له، لكن مجرد خذلانه للثوره السوريه اعتبره صادق جلال اعتبره وقوف مع النظام. وقد اشار صادق جلال الى دافع خطير يقف احيانا وراء مواقف بعض المثقفين وك يعني هو اشار الى الدافع الحقيقي وراء موقف ادونيس وهذا الدافع قد يكون وراء كثير من المثقفين اللي رفضوا الثوره هو دافع طائفي الرجل يعني صادق جلال يقول ان ادونيس بموقفه من الثوره السوريه قد استفاقت طائفيته طبعا ادونيس علوي بل ويقول كلاما اخر يعني اخطر من ذلك عن مثقف عرفناه عرفناه رمزا للحداثه اشهر منظر للحداثه هو ادونيس صاحب الثابت والمتحول يقول ما معناه اننا يعني لو حككنا الطبقه الخارجيه لادونيس الحداثي لظهر لنا ادونيس الطائفي تحت هذه الطبقه بدليل انه ليس فقط كان مؤيدا لثوره الخميني الشيعيه بل كان يتحدث عنها بلغه لاهوتيه كما يتحدث عنها الملالي أصحاب العمائم السوداء تعالوا نستمع إلى صادق جلال العظم يعني هو وقت, الـ وقت الـ الثورة الخمينية هو عمل قصيدة مديح بالخميني عرب آخرين. كنا كلياتنا مع كنا مع الثورة طيب لألك بس يعني هي كانت إزا ثورة الشعب ضد الامبراطور وضد النص نصوص ادونيس اللي كتبها على الثورة كانت تنظير ودفاع عن ولاية الفقيه مش عن الثورة م. اوكي يعني هو نظر بلغة النبوة الامامة والفقه الشيعي تقري النص كانك عم تقري النص من الكتب الصفراء تبع العصور الوسطى هذا كاتب أدونيس وأنا بالجدل واللي صار بيني وبينه سابقا مثبت النصوص يعني كيف أدونيس بيفهم وبيقدم الثورة بإيران مش ك يعني ثورة على الطغيان أو بيقدمها ك طبقية أو يعني كما تقدم بيقدمها بلغة لاهوتية شيعيه عمادها الامامه والنبوه وانه كيف الامامه هي استمرار بوحي النبوه إيه هذا اللي انا شو اسمه قلت فاذا استفاقت شيعيته عليه مو انه ايدنا الثوره لا لان كيف فسر هو الثوره او كيف قدمها؟ هو دافع عن ولايه الفقيه اذا صح هذا الكلام فنحن امام مشكله اخلاقيه لا لا فكريه مع المثقفين مشكله اخلاقيه لدى بعض المثقفين او بعض النخب هذه المشكله الاخلاقيه تجلت عندنا في اليمن بوضوح في بعض المشاهد مثل مشهد بعض المحسوبين على فئه المثقفين وهم يلتقطون الصور التذكاريه على انقاض البيوت التي هدمتها البليشية الفاشيه مثقف يقف على انقاض بيوت مفتخرا يلتقط صوره تذكاريه هذه مشكله هذه مشكلة أخلاقية وهذه المشكلة الأخلاقية تجلت أيضا في وقوف بعض المحسوبين على الثقافة وقوفهم باستماتة للدفاع عن مشروع صالح غير الأخلاقي مشروع صالح الذي يريد أن يقوض الجمهورية نظام الجمهوري مشروع صالح الذي أحدث في اليمن خراباً عظيماً مشروع صالح الذي لا يوجد فيه نقطة بيضاء واحدة يمكن أن نشير إليها تستحق يقف مثقف محسوب على المثقفين بجوار هذا المشروع كارثة نقول أنها مشكلة أخلاقية لأنه لا يوجد على مستوى المنطق ما يبرر هذا السلوك لو كان عندهم منطق يبرر هذا السلوك معلش يعني مثلا لا يستطيع المثقف مهما أوتي من قوة أو من قوة حجة أن يبرر وقوفه مع عصابة مسلحة تريد أن تغتصب السلطة اغتصابا عصابة ليس في رصيدها غير الفشل أو الفاشية لا ليس, ليس لديه رصيد ليس لديه مبرر يعني مثلا في التاريخ كان لدينا مثقفين يسموهم المثقف المحافظ المثقف المحافظ يعني مثقف يخاف على ميراث الدولة وعلى تقاليد الدولة ويقول لك خلونا لسنا بحاجة إلى ثورات شعبية خلونا نجرب الإصلاح من داخل النظام لكن هذا النوع من المثقفين غير موجودين لانه لا يوجد لدينا اصلا دوله ولا يوجد لدينا تقاليد دوله، يوجد لدينا عصابات حاكمه لديها شبيحه بالمصطلح السوري، لديها مجموعه شبيحه يسموهم مثقفين او ما شابه او كتبه. وظيفتهم السب ووظيفتهم سب زملائهم من المثقفين ومن الكتاب والصحفيين والاعلاميين او تلميع واحد فاشل مثل علي عبد الله صالح. يعني المثقف المحافظ مفقود عندنا، ما عندناش مثقف محافظ يعني يهتم بتراث الدولة زي ما قلت ما عندناش ما عندناش دولة أصلا ولا عندنا تراث دولة نحافظ عليه. وطبعا فكرة الثورة احنا كما قلنا في حلقة سابقة لسنا مع فكرة الثورة دائما وأبدا هي الثورة عمل عمل المضطرين. لما يجد شعب من الشعوب أنه لم يعد لديه أي باب للإصلاح النظام سد أمامك كل أبواب التغيير والإصلاح والتصحيح خلص لم يعد لديه إلا أن يخرج ويهب في ثورة شعبية أو أن يستسلم للموت ما الذي يمكن أن يقوله هؤلاء المثقفين في الدفاع عن مواقفهم المخجلة هذه لا شيء سوى كلام مهلهل يعني عندما اندلعت ثورة فبراير قالوا إنهم ضد الثورة لماذا؟ لأنها لن تأتي بما هو أحسن هكذا كنا نسمع البعض يقول لك إحنا ضد هذه الثورة لأنها لن تأتي إلا بما هو أسوأ وهذا طبعا كلام كارئة الفنجان لا كلام مثقفين هذا كلام ينفع لعجوز بتضرب ودع كلام واحدة بتضرب ودع تتحدث عن المستقبل تتحدث عن المستقبل من خلال الوشوشات اللي في رأسها لا من معطيات الواقع لأن كل معطيات الواقع آنذاك تقول انها ثوره عظيمه ثوره عظيمه ما دامت جاءت من الشارع ثوره عظيمه ما دامت تضم مختلف الشرائح اليمنيه والمراتب والطبقات ثوره عظيمه ما دامت تغطي كامل التراب الوطني من المهر الى صعده ثوره عظيمه ما دامت قد حصلت على هذا الكم من تاييد النخبه المثقفه كما قلنا معظم المثقفين كانوا في صفها وما دامت حصلت على هذا التأييد الواسع من قبل من قبل طبقة الشباب المتطلعة للحياة. ثورة عظيمة ما دامت ليست مناطقية ولا مذهبية ولا عرقية ولا تنتمي لأي من هذه العناوين الضيقة كما ينتمي هذا المثقف. هذه كانت هي بعض ذريعة البعض في رفض ثورة فبراير. وعندما وقع الانقلاب على الشرعية بما تعنيه كلمة الشرعية من توافق وإجماع يمني إحنا عندنا الشرعية ليست مجرد عبد ربه الشرعية هي هذا الإجماع والتوافق توافق بين الفرقاء اليمنيين التوافق الذي على أساسه تقام الدساتير والدول وليس اختصاب السلطة واختصاب الناس أمرهم لما تم الانقلاب على الشرعية ظل هؤلاء المحسوبين على الثقافة ظلوا على مواقفهم القديمة وكأنهم مجرد شبيحة بالمصطلح السوري وبعد عاصفه الحزم استيقظت حساسيتهم الوطنيه بعد عاصفه الحزم وجدوا عذرا سامجا جديدا للدفاع عن مواقفهم القديمه يعني هم مواقفهم قديمه ولكن كل مره يلقوا لها عذر جديد هذه المره كان العذر هو رفض العدوان على اليمن نحن لا نقبل ان يعتدى على اليمن وكأن حكم علي صالح لم يكن عدوانا على اليمن لم يكن عدوانا وتدميرا لليمن واليمنيين تدمير للبنى الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والاخلاقيه والى اخره تدمير حتى للوعي للمخيله للمواهب وكان ما قامت به الميليشيا الاماميه والانقلابيه ليس عدوانا قبيحا على اليمنيين العدوان بس اللي بيجي من خارج وكانه لا يعرف ان من حق الشعوب ومن حق الدول ان تستنجد بدول اخرى ان تدافع عن عن نفسها وان تستعين بالاخرين في الدفاع عن نفسها اذا كانت لها قضيه شرعيه. المعيار هنا هو قضيتك شرعيه ولا مش شرعيه؟ مش قضيه الاستعانه بالاخر. ما انت ممكن تستعين بالاخر ويكون الاخر هذا سيء. وتكون قضيتك فاشله. كما استعان الاماميون بال... باسرائيل في عام 62 وما بعدها. استعانوا بالملكيه السعوديه واستعانوا انذاك بمرتزقه كثير منهم طيارين اسرائيليين. هذا موقف مخجل، هذا هذا هذه استعانه باطله. في مقابل مثلا الجمهوريين اللي استعانوا بال... ب... ب... بقوات عبد الناصر بالقوات المصريه جمهوريون يدافعون عن الجمهوريه ماذا نقول فيهم مرتزقه؟ هل كان عبد الله السلال ومن معه مرتزقه؟ كما ان من حق الدول الاخرى التي بجوارنا ان تدافع عن وجودها اذا كنا نسبب لها تهديد، احنا فتحنا بلدنا فتحنا اليمن هذه الميليشيا الانقلابيه فتحت اليمن ساحه حرب لصالح ايران ومن حق الخليج ان يدافع عن نفسه بمنطق العقل وبمنطق السياسه. دول الخليج وجدت انه انها محاصره وان ايران تطوقها من من جميع الاتجاهات وانها تريد ان تفتح في اليمن جبهه ضد الخليج. بكل منطق العقل والسياسه والاخلاق من حق هذه الدول ان تدافع عن نفسها، انت عليك ان تلوم هذه الجماعه الانقلابيه والفاشيه التي فتحت الباب وفتحت اليمن ساحة للحروب اللوم على هذه الجماعة وليس على الثوار ولا على الذين دافعوا عن أنفسهم وبعدين بعد ذلك إحنا مهم يعني هذا الكلام لا ينصرف إلى تبرير سلوك دول التحالف أو السعودية في قصفها لا نحن لا نبرر كل أنواع القصف ولا كل أنواع الحرب هناك حدود لكل شيء لكن نحن نتكلم عن موقف الموقف الأخلاقي لهذا النوع من المثقفين الملونين وكان هذا المثقف وكان هذا المثقف لم يسمع في تاريخ الدول ان نظاما سياسيا استعان بالخارج لمواجهه ميليشيا متمردة وكانه لم يقرا في كتابه المقدس على مستوى القران مثلا ان كان مؤمنا به لم يقرا حكم الفئه الباغيه يعني احنا مش عارفين نذكر هذول المثقفين بايش ولا بايش نذكرهم بالقران اللي بيسمح بي اللي بيتكلم عن حكم الفئة الباغية وهو يقف مع الفئة الباغية ولا نذكر بأحكام السياسة والتاريخ السياسي حيرونا أخيرا كان بالإمكان أن نعذر هذه الفئة المحسوبة على المثقفين لو أنها كانت ترفض الثورة خوفا من أن تسود الفوضى و لو كانت حمايه لتراث الدوله وتقاليدها كما حدث مع بعض المفكرين الانجليز مثلا. لكن اين هذه الدوله في بلادنا؟ اين هي؟ اين ميراثها وتقاليدها؟ غير موجوده. الثوار لم يخرجوا ضد دوله بل ضد عصابه حاكمه، بدليل ان ما كنا نسميه مؤسسات دوله قد ذهب مع قائد العصابه الى البيت عندما سلم السلطه صوريا. لم يكن لدينا دوله ولا تقاليد مؤسسيه راسخه. يمكن التعويل عليها لاحداث الاصلاح والتغيير من داخلها. والثوره تصبح شرعيه وضروريه اذا سدت امام الناس كل طرق الاصلاح الاخرى كما كان حاصلا في اليمن وغيرها من الدول العربيه. الثوره ما زالت مستمره الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله.